كما فعلنا مع المرايا ذات القطوع المكافئة. ما أريد القيام به في هذا الفيديو هو وضع أجسام على أبعاد مختلفة من العدسة المحدبة وتفكير كيف ستبدو الصورة. والسبب لفعل هذا هو دراسة كل الوضعيات والاحتمالات، والأكثر من ذلك هو ممارسة كيفية التفكير بالموضوع. إذن أولا لنضع جسم هنا، وسيكون هذا الجسم أكبر بمرتين من البعد البؤري عن العدسة. سأضع الجسم هنا، سنعمل السهم كالعادة. في الواقع سأضع النقطة هنا. عندما تعاملنا مع المرايا ذات القطوع المكافئة تحدثنا عن مسافة 2 من الأبعاد البؤرية كمركز الانحناء. إذن هنا سنسمي هذا بالبعد البؤري 2 أو 2 البعد البؤري، أو أن هذه المسافة ليست قطر الانحناء لكلا المنحنيين، إذن سنسميه بالبعد البؤري 2. إذن بعد كل ما قيل لنفكر كيف ستبدو الصورة لهذا الجسم عندما يسير الضوء وينكسر خلال العدسة. كالعادة من المفيد رسم شعاع. تذكر كل نقطة على الجسم ترسل أشعة في كل الاتجاهات لأنه يعكس الأشعة بشكل مبعثر. إذن نستطيع اختيار أشعة تكون حسنا. لنختار أشعة تكون من قمة السهم وبشكل موازي للمحور الرئيسي بهذا الشكل. لن أظهر كل الانكسارات داخل العدسة هنا، لكن نعلم أن الشعاع إذا دخل العدسة بشكل موازي للمحور الرئيسي عند الانكسار سيسير خلال البؤرة على الجانب الآخر من العدسة. إذن سيسير خلال البؤرة على الجانب الآخر من العدسة هكذا. والآن على الجانب الأيسر من العدسة سنعمل شعاع آخر يسير خلال البؤرة على الجانب الأيسر ويخرج موازي. إذن سنرسم شعاع آخر هكذا وسيخرج موازي. سأرسم هذا الشعاع، هذه زاوية السقوط خلال نقطة البؤرة اليسرى، وعندما ينكسر سيكون موازي بهذا الشكل، سيكون موازي. لذا الضوء الذي يأتي من هذه النقطة على الجسم سيتجمع هنا. إذن إذا قمنا بذلك مع كل نقطة هنا، إذا أخذنا نقطة في المنتصف هنا سيتجمع الأشعة، ستتجمع هنا. إذن إذا أخذنا هذه النقطة هنا ستتجمع الأشعة أو الضوء هنا، لذا صورة الجسم ستبدو هكذا. إذن صورة الجسم ستبدو هكذا. إذن ستكون صورة حقيقية. الأشعة عمليا تتلاقى هنا، إذن هي صورة حقيقية ولكنها مقلوبة. إذن هذه صورة حقيقية ريال. كان السهم يشير للأعلى من قبل، الآن يشير للأسفل، وفي هذه الحالة ستكون الصورة أصغر من الصورة الأصلية. إذن صورة حقيقية ولكنها أصغر ومقلوبة. لنقوم بسيناريوهات أخرى جديدة. لقد نسخت هذا قبل بدء هذا الفيديو لأحافظ على الوقت. لنقوم في الوضعية حيث يكون الجسم على بعد 2 بعدان بؤريان. لنضع الجسم هنا، هذا هو الجسم ويبعد بعدان بؤريان. يمكن أن نفعل نفس الشيء، يمكن أن نفعل ذلك على ورقة خاصة بك لتتدرب أكثر. سنأخذ شعاع موازي
هكذا من رأس السهم، وعندما ينكسر سيسير خلال نقطة البؤرة على الجهة الأخرى، وبعد ذلك سنعمل شعاع آخر يسير خلال البؤرة على الجانب الأيسر، وعندها سيصبح موازي بهذا الشكل، ويمكن أن تتجمع هنا مرة الأشعة هنا مرة أخرى، ويمكنك أن ترى أن هذا هو في الواقع متوازي الأضلاع. المسافة هناك ستكون نفس المسافة هنا. لا أريد أن أقول متماثلة، لا يمكنني أن أقول ذلك، لكن هذه المسافة هنا ستكون نفس الشيء أو نفس المسافة هنا، ولن نخوض بالهندسة الآن. على كل حال هذه ستكون صورة مقلوبة بنفس الحجم ونفس البعد. عمليا لم أتكلم عن المسافة هنا، هنا إنها صورة حقيقية أصغر وأقرب من تلك التي هنا، ستكون أقرب للعدسة، لكن هنا الصورة ستكون بنفس الحجم للصورة الأصلية، وستكون مقلوبة وعلى نفس البعد من العدسة. وعلى الجانب الآخر مرة أخرى هذه الصورة الأصلية، لنقوم بحل واحدة أخرى. دعوني أقوم بنسخها ولصقها. إذن لنثبت شيء بين البؤرتين وضعف البعد البؤري، لنضع الجسم هنا، سأضع الجسم هنا بين البعد وضعف البعد البؤري. إذن مرة أخرى لنسير بشكل موازي، بعد ذلك سينكسر الشعاع خلال المركز في الجانب الآخر هكذا. ومن ثم لنسير خلال المركز على الجانب الآخر، عندها سينكسر الشعاع ويسير بشكل موازي. إذن سيسير بشكل موازي هكذا. إذن هنا يمكن استخدام أي نقطة، هنا استخدمنا الرأس لأنني أعرف القاعدة سوف تلتقي هناك. إذا أخذنا نقطتين ستتجمع هنا في الخلف، وإذا أخذنا نقطة هنا وقمنا بنفس التمرين من قبل ستسير هنا، وكل الصورة ستظهر هنا. إذن هنا إنها حقيقية مقلوبة وهي أكبر، وهنا هي أبعد للعدسة من الجسم على الجهة المقابلة. في الحقيقة هذا عكس المثال الأول. في المثال الأول الجسم كان أكبر ويبعد أكثر من ضعفين البعد البؤري، وكانت الصورة في هذا المدى. الآن الجسم هنا والصورة على الجانب الآخر، لذا هي حقيقية، هي عكس المثال الأول. لنقوم بحل المزيد. لنضع الجسم على البعد البؤري ونرى ماذا يحدث. أحيانا الناس تتذكر هذا النوع في امتحانات الفيزياء، لا داعي لذلك، تذكر، فكر فقط بشعاعين من رأس السهم في العادة، يمكن أن يعطيك هذا شعور كيف ستبدو الصورة. سيكون واحدا منها موازي والآخر يسير خلال البؤرة. حسنا، مع كل هذا سنفعل شيء مغير عندما يكون الجسم على نقطة البؤرة. عندما يكون الجسم على نقطة البؤرة الشعاع الموازي سيكون منعكس خلال نقطة البؤرة على الجانب الآخر،
بدلا من الأشعاع الذي يخترق البؤرة على هذا الجانب، لأنه عمليا لن تستطيع ذلك لأن الجسم موضوع على البؤرة. نرسم شعاع لا ينكسر، قمنا بنفس الشيء في المرايا المكافئة. ما أريد عمله هو شعاع يسير لمركز العدسة، حيث لا ينكسر، سيسير بشكل مستقيم إلى مركز العدسة هكذا. إذن ما لدينا هنا كلا شعاعين منحرفان عن نقطة من رأس السهم ولا يلتقيان مرة أخرى، ولا يبدوان كأنهما منحرفان من نقطة أخرى. نفترض أن عين شخص هنا، سيراهما كشعاعين ضوء متوازيين. إذن لا تتشكل هناك صورة لا حقيقية ولا خيالية، ويمكن القول أنه لا يوجد صورة، no image، لا تتشكل صورة. الآن آخر حالة لنضع الجسم على بعد أقل من البعد البؤري. حسنا، لنضع الجسم على بعد أقل من البعد البؤري، لنضع الجسم هنا وفكر ماذا يمكن أن يحدث. ماذا يمكن أن يحدث؟ إذن هذا هو الجسم. مرة أخرى شعاع ضوء من الرأس حيث يسير بشكل موازي، سينعكس خلال نقطة البؤرة على الجانب الآخر، ومن ثم الشعاع الآخر سيسير في اتجاه كما لو كان قادم باتجاه النقطة المحورية في هذا الجانب. إذن يأتي من هذا بهذا الشكل وسيخرج من الجانب الآخر بشكل موازي هكذا. واضح إذن إن هذان الشعاعين لن يلتقيا، إذن لن تتكون صورة حقيقية، لكن يبدو أنهما ينحرفان عن نقطة معينة. تابع هذه الخطوط، إذا تابعنا هذه الخطوط يبدوان كأنهما قادمان من نقطة هناك. إذن ماذا سيحدث؟ إذا كان هناك شخص يتابع الأشعة الضوئية، هذه الأشعة الضوئية، سوف يرى رأس السهم أعلى هنا، وسيرى قاع السهم أسفل هنا. سيرى بالضرورة صورة افتراضية مكبرة للسهم الفعلي. إذن سيرى صورة مكبرة للسهم الفعلي هكذا. على كل حال أتمنى أنك وجدت هذا مهما ومنطقيا. أراكم في العرض التالي.